إنما خلينا نلقي نظرة أو وداع أخير في جنازة الموسيقار الراحل العزيز عمار الشريعي. قيمته قيمة كبيرة جدا، أرجو الله أن يمنحه المغفرة ويمنحه أحسن مكان في الجنة لقلبه الطيب اللي ما تحمل كثير من الأشياء ورحل مبكرا. أنا فقدت عز الأصدقاء وعز الفنانين وعز قيمة فنية موسيقية اشتغلت معاها. عمار الشريعي ساب جوانا كلنا بصمة كبيرة. عمار حاجة كبيرة قوي 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 يا جماعة. لنشارك الشعب المصري والعربي عزاء في إنسان عظيم كانت إنسانيته تسع العالم كله. بعزي مصر كلها في ابنها الجميل الراحل الطفل الكبير الموسيقار عمار الشريعي. الوقاء لله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل أدى أمانة كبيرة جدا، وأمانة أسعد فيها قلوب الناس كلها. أستاذ عمار يستحق من الدولة تكريم لكل ما قدمه من أعمال ولموقفه تجاه الثورة. الأستاذ عمار من أول الفنانين اللي أعلنوا موقفهم من الثورة ولم ينتظر هل ستنجح الثورة أم لا. عمار هيظل بيننا بفنه وبموسيقاه وب يعني تاريخه الفني الحافل. أستاذ عمار بالنسبة لي أخ، صديق، شخص كنت أحب أن أنا أخذ رأيه لأنه ما كانش عنده مصلحة خالص، كان شخص فتح قلبه لكل الناس. صدق